تقريبا 5 كيلو جرام، مصنوع من القماش دي أوراق الفليكس. بيتحدث الكتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت اسم الموسوعة المبصرة في التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، تأليف الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. أتت الفكرة للدكتور محمد سعيد العولاقي صاحب فكرة هذا الكتاب بعد أحداث الدنمارك 2008 أما أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة. استغرق تأليف هذا الكتاب 3 سنوات والطباعة 9 شهور. حصل هذا الكتاب على 5 شهيد من مؤسسات جنيس العالمية بتاريخ 27 فبراير 2012 من مركز الملك دبي. واتعمل كتاب مصغر بنفس محتوى الكتاب ونفس عدد صفحاته، يعتبر من أخف الكتب في العالم. اتفضل خدوا فكرة عن الكتاب في الخلف. الميزة في هذا الكتاب إن جزء من المبلغ بيطلع مساهمة في طباعة كتاب آخر باللغة الإنجليزية وإعطاؤه من مكان غير المسلمين لنشر كتاب تاريخ الأمم. ومع الكتاب تحصل على ثلاث منافسات في العالم، وتقدر تشكر تقديم مؤسسة جيس ومرات محمد المنطقة. تفضل يا شيخ محمد. عليكم السلام. أكبر كتاب في العالم هذا محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر كتاب دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبالتالي هو أول كتاب باللغة العربية دخل موسوعة جينيس. وزن الكتاب 1500 كيلو جرام، طن ونص، طول 5 متر، عرض صفحتين 8.6 متر، عدد صفحات الكتاب 130، وزن الصفحة لوحدها تقريبا 5 كيلو جرام، مصنوع من القماش دي أوراق الفليكس. بيتحدث الكتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت اسم الموسوعة الميسرة في التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، تأليف الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. أتت الفكرة بعد أحداث الدنمارك، سبب تأليف هذا الكتاب أتت الفكرة بعد أحداث الدنمارك 2008. استغرق تأليف هذا الكتاب 3 سنوات وطباعته. حصل هذا الكتاب على 5 شهيد في 27 فبراير 2012 من مركز الملك دبي. عمل الميزة في الخلف نفس محتوى الكتاب ونفس عدد الصفحات. يعتبر هذا الكتاب ميزة في هذا